مسيو خليل، كمان هلأ اليوم حابين نحكي موضوع جديد عن الصلاة. طبعاً الصلاة بيصيب الذكور والإناث، وفي هناك عدة أسباب للصلاة، منها ما هو وراثي ومنها ما هو أسبابه داخل أمراض داخلية، سوء تغذية، نقص حديد بالجسم، وممكن استخدام أنواع رخيصة من الكريمات المقلدة والشامبوهات التجارية، وأيضا هنالك أسباب أخرى من بالعلاج الكيماوي والثعلبة أو نفسية، حالة ممكن نفسية تؤدي إلى سقوط الشعر. إيش ممكن أنك تقدم نصيحة للمرأة اللي عندها مرض الصلع، إشي تجميلي مشان يعطيها مظهر حلو ولائق، وبتعرف أنه مشكلة الصلع بتؤدي لقلق وتوتر بيصيب المرأة عندما تنظر للمرأة وتلاقي شعرها كله نازل. احنا بنقول في البداية، احنا حكينا وما نحكي دائما عن الصلع، وهذه مشكلة عند الصبايا وعند الشباب كتير كتير عندهم الصلع المبكر. الصلع المبكر عبارة عن فقدان مادة الميلامين في الجسم، يعني خلاص انتهت المادة هاي، احنا بدينا نصلع شوي 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 شوي. ولكن في امراض فيه بيكون زغب في الشعر، الزغب هذا احنا بنقدر نعالجه وبنقدر في العناية فيه، العناية بالصلع وانبات الشعر في مركز خليل السيد، بنقدر نعالج الشعر وبنقدر نعمل له تكنيك علمي من البداية حتى النهاية، ونوصل للملحوظة انه الشعر بدأ يطلع. اما الصلع الكبير جدا اللي موجود لهيك نقول هيك دافة هيك وفيش لأربع خمس شعرات، هذا اصلا هذا صعب له زراعة، لانه الشريحة اللي بتكون الموجودة خارجيا ما بتكفي هالمنطقة هاي لزراعة الشعر. ولكن اليوم في عناية بالصلع وفي اهتمام بالصلع وفي تركيز على الصلع، وبنقدر احنا اذا في شعر زغب خفيف جدا وعم بتساقط الشعر من السيدة او من هالشاب، بنقدر احنا نثبت الشعرة في علمنا الاختصاص في العناية بالصلع وانبات الشعر. ولكن اذا كان زي ما حكينا في البداية، إذا كانت المساحة كبيرة جدا صعب، فبنرجع إلى تركيب القطعة اللي حكينا عنها، الوينات أو البنات الموجودة على الشعر، بنأخذها على قياسه 100% وبنركب له إياها وبتطلع سليمة جدا. وللسيدة كتير سيدات عندهم شعر خفيف نص الغرة بتكون رايحة من عندها، فإحنا بنقدر إذا في زغب موجود للشعر في نبتة خفيفة جدا، حلمة الشعر شغالة، شفناها على الأجهزة عندنا، وحلمة الشعر تفرز مادة الكلوترنت للحراشيف الشعرة ولمشتقات الشعرة، فبنقدر إحنا نعالج الشعرة وبنطلع. أما إذا في تعب بذلك، فبنقدر نركب لها قطعة من هون وبتقدر شعرها كتير كتير حلو، وبتمشطها وبتتحمم فيها وبتسبح فيها وبتمشي فيها مثل ما بدك ست سنين. معنا اتصال لينا. ألو لينا، صباح الخير يا لينا. صباح الخير. هلا لينا، صباح الخيرات. مسيو خليل كيفك؟ تمام، علي لنا صوتك يا لينا شوي. الو. ايوه. صباح الخير. يسعد صباحك، يا هلا فيكي. مسيو خليل، ممكن سؤال بالنسبه لتطوي الحواجب؟ تفضلي. تفضلي. مسيو خليل، هلا بالنسبه لتطوي الحواجب، هلا انا عامله تاتو لون غامق، اوكي؟ نعم. عاملة تاتو لون غامق. لما روحت اعمل التاتو عملوا لي اياه، خلطوا لي لون بني مع لون الاسود، اوكي، فطلع لون حواجبي غامق كثير وانا لون شعري على بني، فهلا هل ممكن اني ارجع اعيد عليه تاتو لون بني؟ قديش لك عملتيه تقريبا؟ قديش لك عملتيه تتواجه البيرما؟ تقريبا عملته 3 اشهر. 3 اشهر بنعاد بتكون ناشف وبكون مؤشر الوضع هيدا، وبترجي يعني انت لما كان غامق لعندك التتواج، في ما هو في تتواج بيعملوه بعض الشباب، يعني مع احترامي لهم خبراء التجميل اللي ما لهم دخل في الاختصاص في التجميل، يعني اللي بيمسك فرماشين وعم بيشتغل، لما بيعمل الحاجب له عم بيعمله بطريقه مش مزبوطه، فهو الدراك براون والاسود ما بنخلط مع بعض، لانه اللون نفس الاساس بيجي لون الكلر، هذا بني فاتح، هذا بني غامق، هذا لايت شوي خفيف شوي، فهمتي علي؟ فبنقدر احنا نفتح لك اياه شوي كمان بطريقتنا الاختصاص وبطريقة العلم الصحيح، وبنقدر احنا نرسم لك حاجبك من اول وجديد، وبرجع حاجبك بشكل كتير كتير حلو وبشكل انيق. وبشكرك على اتصالك اخت لانا. شكرا لك اخت لانا. ومعنا اتصال من جديد. ام امجد. الو الو الو، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور خليل،
انا خبير التجميل خليل السيد، معي نسرين، تفضلي. يسعد صباحك انت والاخت نسرين. الله يخليكي يا رب. الله يسلم امرك، وكثير حلو برنامجك وكثير عم استفيد منه. الله يحميك. دكتور خليل، في انا حكيت معك مره على الموبايل، موبايلك الخاص، فقلت لك في بقعه بالنية على كفات ايدي وبتيجي مرات هيك على جنب الوجه. نعم. حكيت لي وصفه، لكن ما في وصفه نسيتها وما تاكدتش منها مضبوط، فما بعرف هاي البقعه البنيه لكفه الايد. انت الاخت الكريمه من الرمثه حكت معي مش هيك؟ من بني كنان حكيت معك. والنعم والله فيك، يا اهلا وسهلا فيك. اختي الكريمه، انا ما بعرف شو البقع الموجوده على البقع البنية. انا بدي اقول لك شغلتين كتير حلوين لهم. استعمل الجليريسيلين. ايوه. وحطي على ايديك، فهمتي علي كيف؟ خفيف جدا مع شوية نشا، الجليريسيلين شوية مع الجليريسيلين مع شوية نشا، اخلطيهم معلقة بمعلقة يعني، اوكي؟ وحطي على ايدك، دائما افركي ايدك وافركي بشرتك، فبتخف البقع البنية ان شاء الله، وبترجع ايديك ووجهك سليم 100% باذن الله تعالى. شكرا كثير كثير، انت حكيت الوصفة لكن والله يا اهلا وسهلا اختنا الكريمه، احنا بانتظارك. اهلا، شكرا لك. الله يخليك، تذكرتك، اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك ام امجد. مسيو خليل، هلا في هنالك قلت انه في طرق تجميليه بتساعد المراه او الرجل لحل مشكله الصلع، مثل البواريك والاكستنشن، ممكن تحكي لنا عن انواع البواريك وكيف طريقه استخدامها؟ تكرم عينك. البواريك الطبيعية معروفة، والشعر الطبيعي معروف جدا لدى الجميع، أي إنسان بشوف شعر طبيعي بيعرف أنه هذا شعر طبيعي. أما الشعر المطبوخ ومشتقات الشعر الأخرى فهي لا تصلح للشعر إلا لساعة ساعتين فقط لمنظر جميل في ظهرة معينة. أما الحالة اللي بدك إياها أنت تتركبي شعر فيها للرجال بده يكون طبيعي، لأنه إحنا بناخد عينة من نفس الشعر هيدا الموجود على نفس الشعر اللي بدنا نركبه سواء للسيدة أو سواء للرجل، فهمتي علي؟ فبيطلع المنظر أجمل وأفضل. أنا بنصح كل سيدة مع احترامي لإلها وكل صبية بتحب الطرق لتركيب الشعر إنها تاخد شعر طبيعي. الشعر الطبيعي كتير كتير جيد عم ما بيعمل تفاعل كيميكالز مع نفس الشعرة الموجودة في الشعر، وبعمل على منظر لائق جميل لإلك يا ستي وللشاب نفس الشيء. هلا الشباب موضة جديدة صاروا يركبوا شعر كثير اللي عندهم صلع، يعني أنا عندي زبونات، عندي زباين في مركز جونيا للتجميل، تقريبا عندنا 40% من الشباب عم بتحب تتباهى بشعرها، تتركب شعرها من هالشباب اللي فاقدين شعرهم أثناء عدم يعني بدناش نحكي مشاكل الشعر كيف بسقط، ولكن احنا بنعرف كيف، من سوء التغذيه، من عدم شرب الماء، من الفكر النفسي، من الجل اللي بيستعملوه كثير، من الشامبوهات القلويه هاي الغير مهدرجه والغير علميه، ومستحضرات التجميل الذي يبيعوها وليس لها من مواصفات من وزاره الصحه، فهمت علي كيف؟ هي بتاثر على الشعر. الادويه نتيجه الافراط الادويه اكثر من اللازم من الكورتيزون ومشتقات الكورتيزون والادويه والكذا لاخرته، هاي برضو عم بتتعب حلمه الشعر وبتطلع بطريقه. لكن احنا بننصح كل سيده وشاب فاقد عنده الشعر وبدا عنده الصلع المبكر يراجع مركز خليل السيد للتجميل، واحنا بنقدر نعطيه الاستشاره مني مجانا لكل سيده عندها سقوط في الشعر، وشاب عنده سقوط في الشعر او تلف في الشعر من الصبغات من الكيميكالز. هلا بنحكي عنه الموضوع هذا كمان 6 سنين، لانه المشاهدين عم بيتابعونا، احنا بنقدم الاستشاره مجانيه له، واحنا نستقبل اتصالاتكم على تليفوني الشخصي 0799-6290 و0795877505 تحت الهواء، وأي اتصال أنا مستعد أحكي لكم كل ما هو جديد وعلم صح في علم التجميل. معنا اتصال نورة. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا فيك نورة، تفضلي. بدي أسأل خبير التجميل في عن البقع البنية في منطقة الشعر، مرة شلت الشعر وصار مكانها بني، يعني أول مرة بحياتي أشيله صار مكانها بني من 3 سنين. حكوا لي عن كريم لاروز، ما بعرف إذا يصلح أو لا. طيب. وبدي سؤال عن الشعر، لما الشيب يطلع بصل بصل، يعني أنا ماني حاب أصبغه، شو أعمل للشيب؟ يعني ما فهمت السؤال مدام شوي، ممكن توضحي لنا شوية السؤال؟ في منطقة الشوارب
شريط الشعر مرة صار مكانها بني من خلاص أوكي يعني أوكي منطقة الشوارب صار محلها نورة. أخت نورة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، واسمع مني الجواب لإلك. احيانا السيدات الكثير والكثير اللي عندهم شعر ينبت في الوجه، بتعرفي كل سيدة لما بتطلع شعرها شوي اذا في كم شعرة عم تعمل شوجر او عم تعمل شمعة، اثناء عمل الشوجر او الشمعة لما بتكون سخنة اكثر من اللازم، بتكون الشمعة سخنة حامية اكثر من درجة الحرارة المهيئة للجسم، فهذا هو اللي بيعمل الاسوداد والبقع البنية في البشرة وفي الشنب وفي انحاء الجسم كافة. ولكن احنا بنقول بعد ما نعمل الشوجر للوجه لنا نستعمل تلج، يكون عندنا التلج موجود يعني جاهز لعنا التلج، ونمشي بعكس الشعرة وليس باتجاه الشعرة، ونقيم الشوب بطريقة الشوجر، وبعد ما نقيمنا الشوجر رأسا نمسك هالتلج اللي عندنا لهون وما بروح لعنا الاسوداد، بروح الاسوداد. أما إذا المشكلة مزمنة عندك فأنا برحب فيك في مركز خليل السيد للتجميل، وأهلا وسهلا فيك، وبنقدر نحل مشكلتك بعد الفحص التام لإلك للبشرة اللي عندك الموجودة، كيفية الاسوداد الموجود على الشنب اللي عندك. وأهلا وسهلا فيك أخت نورة. شكرا لإلك أخت نورة. ومعنا اتصال من عبد الله السواعير. ألو ألو صباح الخير. والله ماني لابس جرافي والله العظيم. والله منور منور بدون جرافي. الله يا مسيو خليل حبيبي يا أخي عبد الله، يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. صباح الخير إلك، صباح الوطن الجميل، وصباح كل الشباب والشابات والنشامة والنشميات في هذا الوطن الذي له حب مثل وردة الحنون لإلنا، يعني نقول لإله. وصباح الخير يا سيدي لزغلولة البرنامج. تسلم الله. الله نورمين اليوم. الله يخليك. تسلم. الله يخليك. يعني حقيقة منورين الشاشة. تسلم. وما شاء الله عليكم، واثنين واثنين زغليل يعني. الله يخليك. مش حمام. حمام بلدي، حمام بلدي. الله يخليك يا ربي. حمام بلدي، بلدي طالع من العشوش لسه. الله يخليك يا ربي. الله يبارك الله. فيك الله يبارك فيك. أنا مطبع عليكم كمان يعني، ومن واللي انا يعني حقيقه استاذ مسيو خليل، سؤالي حقيقه عن اللي دائما بعد يعني احلاقه اللحيه كمان. نعم. في بيكون بيطلع يعني حب او حب الشباب، يعني ما بدي انه تجاوبني بس على السؤال هذا. حاضر. تكرم. تكرم. الله يحييكم ويخليكم. كمان من حي المخرج المتالق علاء الفاعوري، له منا كل الاحترام. والله يحمي سيدنا ويحمي بلدنا. آمين يا رب. آمين. يحمي هذا الوطن الجميل دائما بقيادته الهاشمية. بالنسبة لسؤالك، بتعرف احنا عندنا بعض الشباب اللي بيشتغلوا في بيزنس مان، دائما الصبح بده يكون منظر جميل وعم بحلق دقنه على هالصبح على البكير. احنا بننصحه يعني لو كل يوم يعني بعد الحلاقة في افتر شيف في كذا في لاخرته في ماما، يرطب هالوجه ترطيب تام، لانه